وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس احتراف ويندوز 10. في هذه المحاضرة راح نتعلم أهم 20 اختصار لويندوز 10. طبعا راح تكون اختصارات مهمة وجميلة ممكن تساعدنا في إدارة النظام. أول اختصار هو التبديل بين التطبيقات المفتوحة. طيب لو احنا فاتحين مثلا الفوتوشوب وفاتحين مثلا المايك كمبيوتر ومثلا مفتوح متصفح جوجل كروم مثلا بهذه الطريقة، طيب كيف اقدر ابدل بين هذه النوافذ؟ اضغط على علامة الويندوز والمفتاح تاب، بامكاني انه اتحكم بها النوافذ المفتوحة. عندي هذه مجموعة من النوافذ المفتوحة، مثلا بامكاني انه اوصل للفوتوشوب. الاختصار التالي هو عرض خصائص العنصر المحدد. مثلا لو عندي هذا المجلد وحبيت اعرض خصائصه، اضغط على Alt وEnter. طبعا بشكل سريع راح تظهر لي هذه الخصائص. مكان ما اني اضغط على كليك ايمن بروبرتيز، بامكاني مثلا هذا البرنامج اضغط عليه وAlt وEnter، بشكل سريع راح تظهر لي الخصائص. طبعا عندي قائمة ابدا، استطيع تغيير حجمها من خلال الاختصار اللي هو كنترول والأسهم. طبعا بإمكاني أنه أتحكم بالأسهم، سواء أنه أكبر الحجم، السهم اللي بالأعلى راح يزيد من حجم قائمة ستارت، والسهم اللي بالأسفل راح يقلل حجم قائمة ستارت. أيضا بإمكان أتحكم بها من خلال الاختصار كنترول والأسهم الأعلى والأسفل. الاختصار التالي هو عرض التاريخ وإخفائه بشكل سريع. طبعا من خلال نضغط على علامة الويندوز وألت وحرف دي، لاحظ أنه التاريخ راح يظهر. نفس الاختصار بإمكان أنه أخفي التاريخ من خلاله. الاختصار التالي هو فتح الإكسبلورر. طبعا من خلال أضغط على ويندوز وحرف E راح تظهر لي الإكسبلورر. طبعا بما أنه أنا مغير الإكسبلورر إلى الجهاز الكمبيوتر، فراح يظهر جهاز الكمبيوتر بشكل مباشر. طبعا الاختصار التالي هو فتح اعدادات النظام. من خلال نضغط على علامة الويندوز وحرف I راح تظهر لي الاعدادات. الاختصار التالي هو تصغير كل النوافذ. اضغط على علامة الويندوز وحرف M راح يصغر لي كل النوافذ. الاختصار التالي هو فتح صندوق البحث. من خلال علامة الويندوز وحرف S راح تظهر لي قائمة البحث، بإمكاني أبحث بالأمر اللي أريده، مثلا فيديو أديتور، وبإمكاني أنه أفتح الفيديو أديتور. الاختصار التالي هو التنقل بين التطبيقات على شريط المهام. طبعا علامة الويندوز وحرف T بإمكاني أنه أتنقل على التطبيقات المفتوحة. مثلا لو حبيت أفتح الفوتوشوب بإمكاني أنه أضغط على Enter راح يتم فتحها بشكل مباشر. الاختصار التالي مهم جدا اللي هو الحافظة. لو حبيت افتح الحافظة اضغط على علامة الويندوز وحرف V. طبعا هذه الحافظة بامكاني اسوي لها تيرن اون، وراح تلتقط اي عملية نسخ. مثلا لو عندي هذا النص حبيت انسخه، اضغط عليه كليك ايمن ومن ثم كوبي، راح يتم عملية النسخ الى الحافظة. طبعا نفس الحافظة الموجودة بالموبايل، علامة الويندوز وحرف V راح لاحظ انه عندي عمليات الحفظ، بامكاني انه ديليت، وبامكاني انه اثبتها، وبامكاني انه اسوي كلير لجميع المستندات اللي بالحافظة. الاختصار التالي هو اظهار صندوق الرموز التعبيرية الايموجي. من خلال انه اضغط على علامة الويندوز وحرف زاي او النقطة راح تظهر لي هذه مجموعة من الرموز التعبيرية، بامكاني انه استخدمهن بداخل الحاسوب، سواء ببرامج التصميم او سواء بالسوشيال ميديا. الاختصار التالي هو يستخدم للتخفي. يعني مثلا انا فاتح برنامج وحبيت اخفي هذا البرنامج بشكل سريع جدا من خلال انه اظهر سطح المكتب. طبعا اضغط علامة الويندوز وعلامة الفاصل اللي هو حرف واو بالعربي. عندما ابقى ضاغط على هذه الاحرف راح يظهر عندي سطح المكتب، وعندما ارفع ايدي من هذه الاحرف راح يرجع عندي البرنامج المستخدم.
الاختصار التالي هو استعادة النوافذ المختصرة. طبعا احنا قلنا من خلال الاختصار علامة الويندوز وحرف M راح يخفي لي النوافذ على سطح المكتب. لو حبيت استرجعها اضغط على علامة الويندوز وشفت وحرف M راح يرجع لي كل النوافذ المختصرة او المخفية بشريط المهام. الاختصار التالي هو لتكبير النافذة. طبعا نضغط على علامة الويندوز وسهم للأعلى راح يكبر لي النافذة. علامة الويندوز وسهم إلى الأسفل راح يصغر لي النافذة مثل ما تلاحظون، للأعلى تكبير وللأسفل تصغير. الاختصار التالي هو لتصغير جميع النوافذ وإبقاء النافذة الحالية فقط. يعني أنا هسه عندي فاتح فوتوشوب والمتصفح و حالياً فاتح المستكشف أو جهاز الكمبيوتر. لو حبيت أنه فقط الفوتوشوب يبقى مفتوح والبقية كلهم يتم تصغيرهم بشريط المهام، طبعاً أضغط على علامة الويندوز والمفتاح هوم من الكيبورد راح يتم إخفاء جميع النوافذ والبقاء فقط على النافذة الحالية. مثل ما تلاحظون فقط هذه النافذة الحالية بقت والبقية كلهم تم تصغيرهم بشريط المهام. طبعا لو عندي هذه نافذة وحبيت اصغرها اضغط على ويندوز شيفت والاتجاه الى الاسفل. اذا الاحظ انه راح يتم تصغيرها بنفس حجمها الطبيعي ولكن يتم تصغيرها بنسبة وتناسب. لو حبيت اصغرها بشكل عمودي اضغط على ويندوز شيفت والاتجاه الى الاعلى راح يتم تصغيرها بشكل عمودي. ولو حبيت انه ارجعها لوضعها الطبيعي اضغط مرة اخرى على ويندوز شيفت والاتجاه الى الاعلى. الاختصار التالي هو تشغيل المكبر او عدسة المكبرة. طبعا لو عندي هذا البرنامج به الايقونات صغيرة وحبيت انه اكبر الشاشة اضغط على علامة الويندوز مع مفتاح زائد. علامة الويندوز ومفتاح الزائد راح يتم تكبير الشاشة مثل ما تلاحظون هنا راح تكون كبيرة. وبامكاني طبعا اختار كمية، مثلا ممكن اكبر 300% 400 او ممكن اصغر مثلا الى 100% وهكذا. وطبعا بامكاني انه اكبر النافذه. ولو حبيت الغي المكبر اخرج من خلال الكلوز. الاختصار التالي هو اداه بسيطه لتنشيط الوان الشاشه. من خلال نضغط على علامه الويندوز وكنترول وشيفت مع المفتاح حرف بي راح الاحظ انه راح يتم تنشيط للشاشه مثل ما تلاحظون. ما اعرف انه اثناء التصوير تبين هذه التنشيط ام لا. طبعا هو راح يتم اطفاء بعض الالوان من الشاشه وعملها بشكل سريع. طبعا هذه هي الاختصارات الاهم في ويندوز 10. نلتقيكم في محاضره قادمه باذنه تعالى.